السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم يا طويل. ازيك يا شيخنا؟ طيب الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، انا بجيب علاج. العلاج ده عباره عن جدول، يعني هو بيبقى فيه محاضرات ماشي. العلاج ده انا بروح الدكتور بيكتب لي العلاج، واروح وزاره الصحه يكتبه لي في الناس، بروح مصر اجيبه. تمام. ساعات العلاج ده بيزيد معايا او بيفضل معايا، فانا ساعات ببيع العلاج دوت لناس تاني بس بسعر اعلى، لان طبعا بروح للدكتور. هل يستعملونه في التداوي او يستعملونه في السكر والعربده؟ لا، في التداوي بس هو نادر جدا جدا جدا، مش اي حد يقدر يجيبه. يلا ربنا المستعان. هل يجوز ان انا ممكن اقدر ابيع المتواجد معايا الباقي حتى لو سعر اعلى؟ لن نرميه. شكرا.